ها يوم الوفا زايرها من عيلته الشفا باب العطايا للخلق هي النفس هي الهوى شباجها ضمادي ودوب شباجها شد العنب بشر يا زاير من تطب حضرتها يرتاح القلب تبغيها صدق حاجتك عدها كراماتش كثر قبتها للزاير ذخور حاشا تريدها قلبتك مولاتي يا طبيبة 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 مولاتي يا شريفة 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 مولاتي يا شريفة 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 مولاتي يا شريفة 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 مستشفى قبتها تظل ما خيبت يوم الأمل بنت الحسن والله ونعم شفيها انها رحمة وشفة بالطيب هي موصفة قبتها ينزال الألم رايات مخطوطة شكثر مكتوبة بايات الشكر تشهد حياطيني الصحن هذا العليل تقومه هذا الطيبة من العمل شافي يا شريفة دمعتي بعيني يا شريفة دمعتي بعيني وانا عرفك ما ترديني الدنيا ضد وزيدت همي وبرايتك يا الحر حزميني وبرايتك يا الحر حزميني العند عله ويشعر بروحه كئيبا عدنا بنت الحسن هاي اعظم طبيبا بنت مضايف ودوم تكريم مو عجيبا يا غريب اليوم دق باب الغريب يا غريب اليوم دق باب الغريب قال لي واحد من رفعت ايدي شكرا لها شافت وليدي وقال لي واحد طيبة أمي هالطبيبة دوم تشفيني تعبتني الدنيا والله والحمل مال واني ما داعي أسولف واشرح الحال هواي سمعاو بي جيتيش والدمع سال هواي صار لهم ترى وما عدهم اطفال يا طبيبة المعلولين يا قاضية حاجات الطالبين تعبتني الدنيا والله والحمل مال واني ما داعي اسولف واشرح الحال
ويسمع وبيجيتيج والدمع سايل ويصار لهم ترى وما عدهم أطفال ذولا فقرة وانت فارحيهم ادعوا ربك بلك ينطيهم ذولا فقرة وانت فرحيهم وادعوا ربك بلك ينطيهم وراح اقول حققت حلمي ومستحيلا ومستحيلا انت تنسيني بحضرتك عندي دخيلك يا الوفية وعلى شباكك قمت مديت يدي يا شريف دخيلك التفتي علي مو الخاطر واحد الخاطر قيم ومصفني توقاصديك ساير واعتنيت بكسرة الخاطر الدنيا ضدي وزيدت همي برايتك يا الحرة حزميني برايتك برايتك يا الحرة حزميني يا بنت أسياد الزمن أبواب الله يا آية عظيمة ومسحة بها تشافى إذ ماتت سقيمة جود السماء يجري في كفها الكريمة ملائك العطايا في صحنها مقيمة في صحنها مقيمة كرم ليس له أشباه له أشباه بنت العصبة والجاه له أشبان شريفة بنت الحسن يا بنت أسياد الزمن شريفة بنت الحسن يا بنت أسياد الزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بطيب التحايا نلتقيكم مجددا أحبة المشاهدين على الحب والخير والبركة ومن هذا الرحاب الطاهر لمولاتنا الشريفة بنت الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام ومن خلال هذه الشاشة المباركة شاشة كربلاء الفضائية أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم المبارك برنامج يا شريفة. في البدء نبارك إلى مولانا صاحب العصر والزمان وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى مراجع الدين العظام بولادة مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة، بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج المبارك والتبرك والتشرف بزيارة مولاتنا طبيبة المعلولين، زيارة السيدة المجربة الشريفة الكريمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام من خلال أرقام الهواتف
الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. نعم أحبتي المشاهدين، الأرقام ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة على شاشتكم الحسينية، شاشة كربلاء الفضائية التي دائما عودتكم على نقل هكذا برامج مباركة توصل أصواتكم المباركة إلى العتبات المقدسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق الأئمة الأطهار وبحق هذه الولادة الميمونة أن تقضى جميع الحوائج ببركة محمد وآل محمد. سأكون إن شاء الله تعالى أنا في خدمتكم، وكذلك أخوتي كادر هذا البرنامج المبارك، كادر برنامج يا شريفة، إن شاء الله نكون في خدمتكم حتى تصل أصواتكم إلى هذه الحضرة المباركة، إلى هنا، إلى موضع الكرامات، إلى السيدة الكريمة قاضية الحاجات السيدة الشريفة بنت الإمام الحسن المجتبى عليهم السلام. وسنزور بالنيابة عن كل مشتاق لم يتمكن من الوصول إلى هنا إلى هذا الرحاب الطاهر. نعم لدينا اتصال، الأخت زهراء من الكوت إن شاء الله. السلام عليكم يا زهراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومبارك لكم الولادة الميمونة. نهنئكم بولادة سيدي ومولاي محمد الجواد. نعم. صلى الله صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليه. باب المراد وكعبة الوفاد. نعم. وسليل خير السادة الأمداد. إني مددت يدي إليك مؤملا بدليل جودك يا أجل جوادي. هبني رضاك ولست أرجو غيره، صلى العلي عليك في الميلاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا قاضية حاجات الطالبين، السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا شريفة ورحمة الله وبركاته. سلام الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ إبراهيم، نعم، أدعو دعاء خاص لجدي لأمي بشفاء العاجل إن شاء الله، اسمه هاشم. شكرا لكم ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله. شكرا لاتصالكم، حوائجكم مقضية إن شاء الله يا أخت زهراء. وإن شاء الله لدينا اتصال آخر. سلام عليكم يا أم وسام من جواري موسى والجواد، ومبارك لكم الولادة العطرة إن شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله يا أم وسام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله أمامكم الضريح الطاهر لمولاتنا طبيبة المعلولين، تفضلوا بالزيارة والدعاء. السلام على سيدتي ومولاتي شريفة بنت الحسن. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا طبيبة المعلولين. يا طبيبة المعلولين، أي والله يا سيدتي يا مولاتي، شافينا وشاف كل مريض يا الله، بحق عمك الحسين. يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة بنت الحسن، الرد اليوم مرادنا منك يا سيدتي يا مولاي. نعم مؤكد، هي شريفة المجربة. اي والله مجربة هي، طريقة المعلولين هي. نعم مؤكد، سيدتي ومولاتي. يا شريفة يا بنت الحسن، يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة يا بنت الحسن، يا الله، الرد مرادنا اليوم، وشافين شافين وشافين كل مريض ان شاء الله. اللهم امين. وكل من يسمعني. احسنتم احسنتم. الكثير من الأخوة الأحبة أوصونا بالزيارة والدعاء ولم يتمكنوا من الوصول إلى هذه الحضرة المباركة وكذلك من المشاركة في هذا البرنامج المبارك، لا تنسوهم بخالص دعائكم. اتصال آخر، أم علي من الديوانية. سلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم، حياكم الله ومبارك لكم الولادة العطرة. مبارك لكم الولادات الميمونة للإمام محمد الجواد. نعم. والإمام علي بن أبي طالب عليه أحسنتم. السلام. أحسنتم يا طبيبة المعلومين، تفضلوا بالزيارة والدعاء. الله إن شاء الله من كل مكروه. أحسنتم. يا شريفة بنت الحسن، يا شريفة، يا الله، مش علي أخيك عمك الحسين وعمتك العقيلة الطالبين يا طبيبة المعلومين. يا الله، إن شاء الله يقسم لنا زيارتك ويشافينا الله من هذه الأمراض إن شاء الله من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة كربلاء الفضائية، صوتكم داخل الحضرة المباركة إن شاء الله. الله يوفقكم، مريضة وما أقدر أوصلها. يا الله،
إن شاء الله تكتبنا من الزاري إن شاء الله. تصلي لنا ركعتين الله يوفقك خدامك ويدفع الثناء عنكم إن شاء الله خادمي الرب خدامك ما شاء الله. الله يحفظك ونسأل الله سبحانه وتعالى طبيبة المعلولين وإحنا معلولين مبشرة إن شاء الله يا الله يا الله شكرا لاتصالكم وإن شاء الله حوائجكم مقضية ببركة محمد وآل محمد وببركة هذه السيدة المجربة سليلة الدوحة المحمدية هذه السيدة التي من طرق بابها لم يرد خائبا إن شاء الله. نعم الأخت مريم سلام عليكم حياكم الله يا مريم. ألو محمد ياكم غني أم محمد إن شاء الله يعني. يا الله حياكم الله ومبارك لكم الولادة العطيرة مبارك عليكم الولادة. نعم صوتكم داخل الحضرة المباركة لطبيبة المعلولين تفضلوا بالزيارة والدعاء. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا شريف يا دكتور حسن يا نعم. طبيبة المعلولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدتي يا مولاتي يا شريف يا دكتور حسن يا الله أطلب منك الشفاء إن شاء الله إن شاء الله الصحة والعافية أطلب منكم الشفاء وقضاء الحاجة إن شاء الله يا سيدتي يا مولاتي يا شريف يا دكتور حسن عليش طيبين ابني محمد إن شاء الله الصحة والعافية ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممكن تسجل اسمنا نعم. رحمة الوالدين نعم خدمتكم نعم هم محمد نعم قضاء الحاجة والشفاء ولابني محمد نعم وفاطمة نعم فاطمة ووالدتي وخواتي نعم وإخواني جميع قضاء الحاجة إن شاء الله. إن شاء الله حوائجكم مقضية وأسماءكم سجلت في هذه الورقة وستوضع عند طبيبة المعلولين إن شاء الله. نعم السلام عليكم يا أم نور. عليكم السلام يا أهل خرمة حياكم الله مبارك لكم الولادات الميمونة ونبارك لكم ونهنئكم نبارك صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه يا الله اللهم عجل وليك الفرج يا الله. قناة كربلاء قناة المجد والعطاء والبث المباشر مع خضاب الأئمة الأطهار صلوات الله مبارك لكم المؤمنين والمؤمنات جميعا سلام الله عليك يا شريفة يا شريفة يا الله يا طبيبة المعلولين صوتكم داخل الحضرة المباركة إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيتها العلوية الهاشمية السلام عليك يا صاحبة الحمية السلام عليك يا صاحبة الفضيلة العلنية السلام عليك يا سيدتي يا شريفة بنت الإمام الحسن المجتبى السلام, السلام عليك يا طبيبة المعلولين السلام عليك يا قاضية الحاجات المكروبين نعم. السلام عليك يا شفيعة المذنبين السلام عليك يا من كراماتك أدبت السامعين الناظرين السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين معافين بإذن الله رب العالمين يا الله. السلام عليك يا صاحبة المسجد الراقي والمكان العالي ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خالة عندي أسماء أنطونا الأسماء وخدمتكم إن شاء الله. نعم أنطونا الأسماء أمي الأمير أمي العلوية أميرة نعم وأبوه الحاتم نعم وجدي ملا جري نعم جدي عمتي سليمة نعم وفلكة وزهرة ورباب وأحمد وشافي مرضاكم وعافيكم ورحم الله وعديه. شكرا لاتصالكم والأسماء سجلت إن شاء الله ستوضع في ضريح مولاتنا السيدة الشريفة سلام الله. سلام عليكم يا أبو عباس يا الله سلام عليكم يا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا طبيبة المعلولين تفضلوا بالزيارة والدعاء ولا تنسونا من خالص دعائك. يا محمد وآل محمد نبارك لهم الأمة الإسلامية وولادة الإمام الجواد عليه السلام مبارك لكم الولادات العطيرة. السلام عليك يا طبيبة المعلولين السلام عليك يا مولاتي يا بنت الإمام الحسن المجتبى يا مولاتي يا وجيهة عند الله يا سعيلنا عند الله
يا الله. والله يا مولاتي تعرفين بحوائجنا، احنا مرضى، احنا تعبنا، بجاش عند رب العالمين. عمك الامام العباس، ابوك الحسن كريم اهل البيت، عمك الامام الحسين، يا مولاتي والله تعبنا، تعبنا الوقت والله. يا مولاتي والله تعبنا، المرض والله ذلينا، المرض يذل يا مولاتي. انتم تعرفون انتم الكرماء، جاكم عند رب العالمين. صوتك من داخل الحضره المباركه يا ابو عباس. اللهم صل على محمد. اطلبوا حوائجكم ان شاء الله، والحوائج في حضره اهل البيت سلام الله عليهم مقضيه ان شاء الله. والله يا مولاتي توجهني عند رب العالمين، ستر العافيه لي ولعائلتي ووالدتي، يعني مرضى تعبانين، ما عندنا غير الله وانتم، انتم الاطباء. نعم. والله انتم انتم بكم نوصل لرب العالمين. انعم واكرم، هم الوسيله. الحمد لله، الحمد لله وشكر، الحمد لله وشكر. اللهم صل على محمد وآل محمد، جزاكم الله ألف خير ومع ألف سلام. خدامكم إن شاء الله، حوائجكم مقضية يا أبو عباس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية ببركة محمد وآل محمد. الأخت آية من الدجيل، سلام عليكم يا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخت آية، مبارك لكم الولادة العطرة، تفضلوا بالزيارة والدعاء، صوتكم داخل حضرة طبيبة المعلولين. السلام عليك يا شريفة، السلام عليك يا شريفة، متباركين بولادة عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام، وبولادة محمد الجواد، وبولادة علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا شريفة يا بنت الحسن، السلام على جدك محمد المصطفى، السلام على جدك علي المرتضى، السلام على جدك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على جدك خديجة الكبرى، السلام على أبيك الحسن المسموم، السلام على عمك حسين الشهيد المظلوم، السلام على عمك العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أيتها العلوية الهاشمية، السلام عليك يا صاحبة الحمية، السلام عليك يا صاحبة الفضيلة العلمية، السلام عليك يا شريفة يا بنت الحسن، السلام عليك يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا قاضية حاجات الخالديين، السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين، السلام عليك يا من يا من فضائلك أعجبت السامعين والناظرين. يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، سمعتي بين يدي حاجاتنا يا وجهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض. استاذ ممكن تسجل اسماء؟ نعم انطونا الاسماء وبخدمتكم ان شاء الله. والدتي المرحومة ليلى، وبيبتي المرحومة زهرة، والمرحومة العلوية خلود عبد الرزاق، والطفل عباس ابن كاظم، والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر. وسجل اسم العلوية جميلة للشفاء، والعلوية منى لقضاء الحاجة وللشفاء. وإن شاء الله يا ربي يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم، وفي جاه سبعة ديجيل، وبجاه الحسن المجتبى الجاهزة بقناة كربلاء، ويوفقكم قناتكم الدعاء والزيارة صلاة ركع فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتاج إلى دعائكم إن شاء الله حتى نوفق للاستمرار في هذه الخدمة المباركة. شكرا لاتصالكم يا أخت آية. سلام عليكم يا أخ حمزة. سلام عليكم، حياكم الله، مبارك لكم الولادات العطرة. نهنيكم بولادة الإمام محمد الجواد والإمام علي بن أبي طالب، سلام الله عليهم أجمعين. نعم، اليوم صوتكم داخل الحضرة المباركة لطبيبة المعلولين، والحوائج في حضرتها مقضية إن شاء الله. السلام عليك يا صاحبة الحمية، السلام عليك يا صاحبة الفضيلة، السلام عليك يا سيدتي يا شريفة بنت الإمام الحسن، يا الله. السلام عليك يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا قاضي حاجات المكتوبين، السلام عليك يا شفيعة المذنبين، السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين معافين بإذن الله رب العالمين، يا الله. يا شفيعة عند الله، اشفعي لنا عند الله، يا الله. اللهم آمين، وارزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، يا الله. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. عندي أسماء بدون زحمة. نعم طونا الأسماء، وأيضا نحن نلتمسكم الدعاء عند مولانا سيد الشهداء وأخيه قمر العشيرة. طونا الأسماء وخدمتكم. كرام، نعم، زهاء، كوثر، نعم، شين، عباس، نعم، أم منهل وأبو منهل، نعم، أم حسن وابو حسن، رحم الله والدك. شكرا لمشاركتكم، وان شاء الله
حوائجكم مقضية ببركة محمد وآل محمد. الحاجة أو الأخت أم حميد بن واسط، سلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليكم. مبارك عليكم إن شاء الله، مبارك عليكم يا الله. ولادات الميمونة أمامكم الضريح المبارك، الإمام الجواد والإمام علي عليه السلام سلام الله عليهم، أمامكم الضريح المبارك، تفضلوا زيارتي والدعاء ولا تنسونا من خالص دعائكم. اللهم صل على محمد وعلى يا محمد الله. السلام عليك يا مولاتي يا شريفة يا بنت الإمام الحسن. الناس وجهنا وتوسلنا ولقدمنا بين يديكم حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله بحق أمك الزهراء عندك يا الله، اشفعي لنا عند الله وليداتنا الشفاء والتوفيق يا الله. الله وسجل أسمائنا نعم انطونا الأسماء. سيد السلام هو وأولاده، نعم، وأديان وبنيته، نعم، ماود وإخواننا سيد يوسف سيد عقيل سيد صادق، نعم، سيد سائر خالد أمين بالتوفيق ومحمد يا الله. ورسالة خاصة من الشريف أريد يوفق حميد ابن سلام يا الله ويقضى حاجته إن شاء الله. أسماءكم سجلت إن شاء الله وتوضع في حضرة مولاتنا السيدة الشريفة وتقضى ببركتها وببركة محمد وآل محمد. الأخ حميد العبيدي، سلام عليكم يا أخ حميد. العفو، الأخ محمد العبيدي. محمد، اللهم صل على محمد العبيدي. سلام عليكم يا أخ محمد. الله يسلمك. يا الله مبارك لكم الولادات العطرة، وإن شاء الله صوتكم اليوم داخل الحضرة المباركة لسيدة الشفاء والرجاء. تفضلوا بالزيارة والدعاء. نهنيكم، نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام. نعم، نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. نعم نعم، مبارك لكم. أنا أطلب يعني من السيدة الشريفة لطلب الحاجة إن شاء الله وشفاء المرضى. نعم إن شاء الله، وأنا إن شاء الله من أخوكم خدمكم من مدينة بلد الصمود، مدينة الألف شهيد. أحسنتم. نعم، مدينة السيد محمد سبع الدجيل عليه السلام، مدينة الإمامين العسكريين سلام الله عليهم أجمعين. إن شاء الله حوائجكم مقضية، تفضلوا بالزيارة والدعاء واطلبوا حوائجكم. نعم إن شاء الله. السلام عليك يا شريفة بنت الحسن، السلام عليك يا إمام الحسين. إن شاء الله أنا أطلب من شريفة إن شاء الله بكل مريض وإن شاء الله وتبوا هذه البلاء عن والوباء عن هذا العراق، ودعانا للحج الشعب المقدس. نعم، إلى أولئك الأبطال. نعم، وإحنا لا ننسى يعني وقفتهم، نعم، لحماية المقدسات بكل بقاع العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم لكل خير. نعم، أنا بس عندي بس أسماء بس ممكن يعني. نعم، أنتم الأسماء بخدمتكم. نعم، غني أحمد. نعم نعم، مهند. أمجد. نعم، حيدر. نعم، حسين. نعم، فاطمة. نعم نعم، ميثاق. علي. نعم، محمد. نعم، وحوراء. إن شاء الله الأسماء سجلت وتوضع إن شاء الله عند إن شاء الله سيدة الشفاء. إن شاء الله أنا أريد والله منكم الدرية إن شاء الله من إن شاء الله. هي شاء الله هي طبيبة المعلولين، هي الوسيلة، هي المجربة، هي الكريمة، بنت الكريم. حوائج بحضرتها مقضية إن شاء الله. شكرا لاتصالكم يا أخ حميد. نعم، سلام عليكم يا أم ميثم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطرة لأهل البيت عليهم السلام. الله يحييكم ونبارك لكم ولصاحب الأمر والزمان ولجميع الموالدين هذه الولادات الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة بنت يا الإمام طبيبة الحسن. المعلولين يا طبيبة المعلولين، السلام عليك يا كريمة بنت الكرماء، السلام عليك وعلى عمك الحسين
وعلى عمك أبو الفضل العباس السلام عليك، وعلى أبيك الحسن كريم أهل البيت السلام عليكم يا كرماء، السلام على أهل بيت النبوة وموضع رسالة، السلام على أهل البيت أجمعين. يا سيدتي يا مولاتي بحق هذا المقام الطاهر وهذا الشباك الطاهر، إن شاء الله تشافي جميع المرضى يا الله. إن شاء الله تقضين الحوائج المحتاجين، وإحنا منهم عندنا حاجات يا سيدتي يا مولاتي. أنا مريضة أسألكم زيارة الدعاء، الله يوفقكم إن شاء الله، وفق الكادر وجميع الموالين الله يوفقك ما خدامكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، أبو ميثم وولده أم أمل وولدها الله يوفقكم إن شاء الله، ويوفق جميع العاملين يوم الله يوفقكم إن شاء الله يقضى حوائجكم. هذا محمد يريد يسلم على الحسين. السلام على الحسين وعلى عزين الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. اسمه أبوي واسم أمي واسم أبوي. إن شاء الله سجلنا أسماءكم يا مؤمل، حوائجكم مقبولة إن شاء الله، وشكرا لاتصالكم. حياكم الله حياكم الله، شكرا لاتصالكم يا أم ميثم. نعم لدينا اتصال آخر إن شاء الله. نعم إذن مشاهدينا الأحبة، من هذه الحضرة المباركة، من حضرة طبيبة المعلولين، من حضرة سيدة الشفاء، من حضرة سيدة الرجاء، إن شاء الله سنستمر إن شاء الله في هذا البث المباشر من خلال الشاشة الحسينية، شاشة كربلاء الفضائية. هاج شوق في فؤادي قصيدا باب المراد، صار يشدو كالطيور يوم ميلاد الجواد، أتغنى كل حين بالهداة الطاهرين، فهم سر وجودي ومصابيح الرشاد، أزهر الحق وبان ملأ الدنيا حنان، وشذت يثريب زهون بشرت كل العباد يوم ميلاد الجواد. هاج شوق في الفؤاد قصيدا باب المراد، صار يشدو كالطيور يوم ميلاد الجواد. يا إمام الصابرين وملاذ الحائرين، سيدي حقق منانا بنجاح وسداد، هاج شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد، صار يشدو كالطيور يوم ميلاد الجواد، يوم ميلاد الجواد. نعم حياكم الله مجددا أحبة المشاهدين، ومن هذه الحضرة المباركة، من حضرة سيدة الشفاء والرجاء، من حضرة طبيبة المعلولين، نلتقيكم في هذا البرنامج المبارك، ونكون بخدمتكم إن شاء الله، ونزور بالنيابة عن كل مشتاق لم يتمكن من الوصول إلى. نعم لدينا اتصال. ابتسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم الولادات العطرة. نهنيكم بولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهني جميع كادر برنامج يا شريفة وجميع كادر قناة كربلاء الفضائية، وهني الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهني سيدتي ومولاتي شريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. يا شريفة يا شريفة يا شريفة، يا السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة، السلام عليك يا بنت الإمام الحسن المشترى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يا مولاتي أتوسل بيش تتوسلي لأد الله يقضي حاجة كل محتاجه ويقضي حوائجه يا الله، والله يشفي كل مريض ويشفي مرضانا يا الله، واللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا الله، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه يا الله. اللهم احفظ جميع كادر قناة كربلاء الفضائية، والله يوفقكم لهذه الخدمة بحق محمد وآل محمد ويقضي حوائجه. فقط نحتاج إلى هذا الدعاء المبارك حتى نستمر في خدمتكم إن شاء الله. وإن شاء الله إن شاء الله الله يقضي حوائجكم، وإن شاء الله الله يشفي الطفل ابن الملة كرار الكاظمي الله يشفيه إن شاء الله. أوصانا بالزيارة والدعاء ملة كرار الله يشفي كل مريض ويشفي ابن قمر الملة كرار إن شاء الله، والشفاء العاجل إلى إن شاء الله. والسلام عليكم وتعالى إن شاء الله الله يشافي إن شاء الله المرضى محمد الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شريفة يا شريفة يا شريفة. شكرا لاتصالكم، وحوائجكم مقضية ببركة محمد وآل محمد وببركة السيدة الشريفة سلام الله عليها. نعم، الكثير من الأخوة الأحبة أوصونا بالزيارة والدعاء في حضرة طبيبة المعلولين، ومنهم الأخ الحبيب الملا كرار الكاظمي خادم مولانا قمر العشيرة، فيحتاج إلى دعائكم إن شاء الله. نعم، الأخت منار من واسط، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. الله يا طبيبة المعلولين، صوتكم داخل حضرة مولاتنا السيدة الشريفة، تفضلوا بالزيارة والدعاء. نتشرف بهذه المرقد الشريف يا شريف. يا الله. السلام عليك يا طيبة المعلولين يا طبيبة المعلولين يا بنت كريم أهل البيت. السلام عليك يا بنت حسن المجتبى يا وجهة عند الله، إنا قدمناك وليك إليك حاجاتنا يا وجهة عند الله، نستعينا عند الله بالسلام يا شريف اليوم ونوداك من بابك نسمعني في باب المراجع يا الله. إني لولاك أشاف من كل مريض، أشاف من الموضوع الخبير خيمة على رأسه تقطين هواء الجميع من المؤمنات يا الله. يأخذين مولاك من على خانادك سوراي يا مولاي، تقوين حاجة كل محتاج يشافي كل ما يدوك عافينا خاصنا من هذا الوباء يا مولاك يا شريف، وتدخلين كل من مقموم بزيارة يا مولاك يا شريف، وتخلين من زوري في النزل شفاك يا الله. استحقني من عند جهنم، استحقني من أهل البيت، استحق أبا عبد الله الحسين، استحق عمك زينب وجدتي الزهراء، وجدتي علي بن أبي طالب صحن الفخور يا أبا الحسنين، أتمنى عمري أحيانا سجل أسامين. نعم، طول الأسماء صالح نعم. صبرية وعائلتهم وعن عمي يتوثق بأسبوع بكورونا خزعل شامبر، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة ببركة محمد وآل محمد. نعم، أم عباس من الناصرية سلام عليكم. عليكم السلام والله يحفظكم، حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطرة. نبارك إمامنا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء أولاد الأمة الأطهار وأولاد مولاي عبد الله الربيع عليه السلام، سلام الله عليه أجمعين يا الله. حق مولاتنا السيدة شريفة أن يشافي كل مريض بحق مريض كربلاء وبحق السيدة الشريفة يا الله، وأن يقضي حوائج كل محتاج يا الله. فأسأل الله تعالى أن يشافيني من مرضي ويشافي كل مريض ويقضي حاجة كل مضطر ومحتاج إن شاء الله. الضريح المبارك لطبيبة المعلولين هذه السيدة المجربة أمامكم، صوتكم داخل حضرتها، والحوائج بحضرتها مقضية إن شاء الله، اطلبوا حوائجكم. السلام على مولات السيدة الشريفة، هن عمنا ما تقص سلم الله تعالى أن يشافيني ويشافي كل مريض بحق مريض كربلاء يا الله، ويلبسنا لباس العافية والقوة، فأسألكم الدعاء والزيارة والدعاء تحت قبتها الشريفة إن شاء الله. حوائجكم مقضية، لباس العافية حوائجكم مقضية إن شاء الله. طول الأسماء أم عباس. نعم، بسم الله عليك، شكرا لاتصالكم، والاسم إن شاء الله سجل في هذه الورقة. نعم، لدينا اتصال، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا أمنا العزيزة ومبارك لكم الولادات العطرة. الله والدي. يا الله. الله والدي. اليوم أنا مريض من بغداد. حياكم الله من جواري موسى والجواري. سيدة دكتور الإمام الحسن نيابة عن الوليد المرحوم مرتضى والمفقود الوليد المرحوم أياد. رحم الله والدي اليوم. تكتب أسماءهم وتبني لهم بالشباك والزور اللي بالنيابة عنهم. شاب راح يلتحق. وتوفى بالطريق واحد مفقود عنده الرحمن الله يخليك المغفرة إن شاء الله. طونا الأسماء يا أمنا. الله يخليك يوم تكتب اسمي أنا وليد. نعم. العائلة وهناء مرتضى وعماد دولة يعني إحنا بالبيت والله حالتنا كله صعبة. الله يخليك رحم الله والديك يا الله حوائجكم مقضية إن شاء الله يا يوم. رحم الله والديك يوم. أهم شيء أهم شيء تكتب لي اسمه وتكتب لي هذا الشباك رحم الله والديك. تكتب لي اسم مرتضى سلمان رحم الله وجهك. ولا زحم عليك تجا يوم يا تقدر تصلي لي ركعتين وتسميك اسمه تقول هاي الزياره الي خادمكم رحم الله وجهك. خادمكم ان شاء الله. الله يخليك بالعافيه يوم. خدام لكم ان شاء الله وحوائجكم مقضيه والاسماء سجلت وتوضع في حضره الطبيبه المعلولين. نعم. السلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم. حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطره. يا شريفة يا طبيبة المعلولين يا مولاتي. نعم. يا طبيبة المعلولين. السلام عليك يا باب الحوائج يا الله. السلام على أبيك يا الحسن كريمة أهل البيت. السلام عليك يا أبو الفضل عباس. السلام على الحسين على علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسين يا الله. بسيبك يا شريفة تقضين حوائجنا تقضين حاجة كل محتاج وكل مرض صاحب الأمر الإمام صاحب الزمان. ممكن تسجل أسمائنا يا الله وهم عجل وليك الفرج. دعم طونا الأسماء الزهراء وكوفر للنجاح وقاسم وأحمد وكرار ومصطفى وعلي والوالدة يعني الحجية صحة والعافية إن شاء الله. صحة والعافية ببركة طبيبة اسم بن الراجود كرار الكاظمي أبو الفضل. صحة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله الصحة والعافية إن شاء الله يا طبيبة المعلولين يا شريفة يا بنت الحسن. حوائج مقضية إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد وشكرا لاتصالكم. أم أحمد من بغداد من جوار موسى والجواد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطرة إن شاء الله. يا شريفة بنت الحسن يا طبيبة يا المعلولين يا شريفة بنت الحسن. السلام عليك يا شريفة يا طبيبة المعلولين. مهنئ العالم الإسلامي بجميع الولادات الطاهرة في هذا الشهر المبارك. نعم. وإن شاء الله مهنئ أيضا صاحب العصر والزمان بهذه الولادات الطاهرة. والسلام عليك يا طبيبة المعلولين. السلام عليك يا بنت الحسن الكريم. السلام عليك وعلى عمك الحسين. السلام عليك وعلى عمتك زينب. السلام عليك وعلى عمك أبا عبد الله. السلام عليك وعلى عمك أبي الفاضل. اللهم أطلب منك يما أن تزور لي ركعتين عند شريفة بنت الحسن إن شاء الله. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق ابني أحمد ويجعل يعني يسد نتيجة جيدة. اللهم يرزقه رزقا كثيرا. وأيضا أدعي لابني مرتضى أنهم اللهم أن يرزقه ويشافيهم من جميع الأمراض. وأطلب لبناتي جميعا بالشفاء وجميع من الأمراض اللي بيهم بحق محمد وآل محمد. وأطلب زيارة أتهدي زيارة هذه إلى جميع الأموات وخاصة إخواني وأخواتي وبنتي وأبو جاسم وأم رزاق. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم قناة كربلاء ويرزقكم رزقا كثيرا وخيرا وثيرا إلى السيد مولاي ويجعلكم كل خطوة سلامة يما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حوائجكم مقضية إن شاء الله وشكرا لاتصالكم. الأخ عبد الله من البحرين. سلام عليكم يا عبد الله.
عليكم السلام. حياكم الله ومبارك لكم الولادات العطرة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأصواتكم اليوم داخل حضرة طبيبة المعلولين. يا الله يا الله يا شريفة من الحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمامكم الضريح المبارك لسيدة الشفاء والرجاء. تدعون لنا أستاذي ونتمنى لكم الخير والعافية، والله يعودكم عود الأمة الإسلامية صحة وعافية. الله يرفع الغم عن هالأمة إن شاء الله. يا الله جاه نبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. يا الله اطلبوا حوائجكم سيدتي مولاتي. الصوت داخل حضرة طبيبة المعلولين. سجل أسامينا أستاذي قدامكم طونا الأسماء. نعم. عبد الله جعفر الجمري وافتخار علي حسن رضوان. مشكورين والله يعودنا وياكم صحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله حوائجكم مقضية والأسماء سجلت وعن قريب تتشرفون بزيارة طبيبة المعلولين. نعم الأخت نور، سلام عليكم يا نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا بالزيارة والدعاء. السلام عليك يا شريفة. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة. نهنئ لمحجة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ونهنئكم من العالم السامع ومراجع الدين العظام بولادة الأقمار سلام الله عليهم سيدي. بارك لكم الولادات العطرة الإمام الجواد عليه السلام والإمام علي عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخر شفاعتهم بحمد والم. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا شريفة العلوية. السلام عليك يا شريفة بنت الإمام الحسن عليهم السلام. السلام عليك يا حبيبة المعلولين. السلام عليك يا قاضية حاجات الطالبين. السلام عليك يا من أرجعت المرضى مسرورين. السلام عليك يا من قضائك يا عذبة السامعين والنابضين. سيدتي يا علوية الشريفة يا وجيهة عند الله شفعيدنا عند الله. اللهم ارزقنا كريما عاجلا شريفها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. اللهم الفرج عن الأنصار وعوانا. اللهم قم حوائج المحتاجين. اللهم شافع جميع المرضى. سيدتي يا مولاتي يا علوية الشريفة نظر الوالدي مريضتي يا مولاتي مريضتي نظر إلى سيدتي يا مولاتي. رحم الله والدي ادعوا لي الوالدي بالشفاء العاجل إن شاء الله الصحة والعافية. ونحن في حضرة طبيبة المعلولين. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاتصالكم وحوائجكم مقضية إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. نعم مشاهدنا الأحبة، الكثير من الأخوة الكرام أوصونا بالزيارة والدعاء في هذه الحضرة المباركة في حضرة طبيبة المعلولين. نذكر إن شاء الله بعض الأحبة، منهم الأستاذ محمد حبيب مقدم برنامج الحضرة العلوية المقدسة، وكذلك الأستاذ كرار الكاظمي مقدم برنامج يا أبا الفضل العباس، لديه مريض إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضى حوائجهم. والأستاذ مشتاق العتابي والأستاذ أحسان وذويه والأخت شهلزان والأخت رحاب الشخص والأخت أم حسين وذويها، وكذلك الأخ حسين بالشفاء والعافية، والأخت مريم بالشفاء، والأخت نور كذلك بالشفاء، والعلوية خديجة وعائلتها وأبو علي إن شاء الله، وكثير من الأخوة إن شاء الله الأسماء سجلت أسماءهم وتوضع في حضرة طبيبة المعلولين. نتوجه الآن لزيارتها إصالة عني ونيابة عن كل مشتاق لم يتمكن من الوصول إلى هنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على آدم صفوة الله. السلام على نوح النبي الله. السلام على موسى كليم الله. السلام على عيسى روح الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكما يا سبطي الرحمن
وسيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين. السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام على الوصي من بعده. اللهم وصل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم مشاهدنا الكرام، وصلنا إن شاء الله تعالى إلى وضع هذه الورقة التي سجلت فيها أسماء الأحبة، أسماء أحبتنا المشاركين في برنامج يا شريفة، وكل من أوصانا بالزيارة والدعاء في حضرة طبيبة المعلولين. إن شاء الله الحوائج في حضرتها مقضية ببركة محمد وآل محمد. يا شريفة 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 علويها يوم الوفا زايرها من علت الشفا طاب العطايا للخلق هي النفس هي الهوى شباجها اغمادي ودوب شباجها شد العلم بشر يا زاير من تطب حضرتها يرتاح القلب تقضيها صد بحاجتك عدها كراماتش كثر قبتها للزاير ذخور حاشا تريدها قلبتك مولاتي يا طبيبة 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 مولاتي يا شريفة 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 مولاتي يا شريفة 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 مولاتي يا شريفة شريفة مستشفى قبتها تظل ما خيبت يوم الأمل بنت الحسن والله ونعم شفيها رحمة وشفة بالطيب هي موصفة قبتها ينزال الألم رايات مخطوطة شكثر مكتوبة بايات الشكر تشهد حياطين الصحن.
هذا العلي.